موضوعنا في هذه الخطبة فهو تذكير لي ولكم أيها الإخوة والأخوات بقوله تعالى: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هي السعادة في هذه الدار قبل أن تكون في دار القرار، وسعادة هذه الدار هي طريق إلى السعادة في دار القرار في جنات النعيم، يبحث عنها كل إنسان ويحاول أن يجد هذه السعادة. كل من هو على قيد الحياة يفكر بعقله ويبحث كيف أكون سعيدا، كيف أكون هنيئا في حياتي، كيف يصلح الحال ويهدأ البال. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه العجالة في هذه الخطبة أبين بعض الأسباب التي تدعوك أنت أيها المسلم إلى القيام بها حتى تستطيع الحصول على السعادة أو على كثير منها بإذن الله تعالى. وأعظم هذه الأسباب وأولها، وهو لا بد منه ومن دونه لا سعادة، بل هو الشقاء، كما ذكرت في الآية. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح مع الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة فلنحيينه حياة طيبة. اسأل نفسك، أنت في حياة طيبة؟ هل أنت سعيد؟ تصبح وأنت سعيد فارغ البال، لا هم ولا غم من غموم الدنيا وإن كانت هموم الآخرة كثيرة، أم أنك في قلق، في اضطراب، في هم وغم، لا تستمتع لا بحياة، لا بطعام، لا بشراب، لا بأولاد، لا بأمن؟ ابحث عن الأسباب. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لابد أن يكون سعيدا في حياته المسلم، مطمئن، هادئ البال، صالح الحال، إن كان من أهل الإيمان وإن كان من أهل العمل الصالح. ابحث عن نفسك، ابحث في وقتك، ابحث في أعمالك وأفعالك، على مستوى بيتك، على مستوى نفسك وربك، على مستوى الناس اللي بتتعايش معهم. فأهل الإيمان يتلقون المسار والمحاب بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، وبالتالي يحصل لهم الابتهاج بها والسرور. ويتلقون المكاره، أهل الإيمان تصيبهم مكاره، ابتلاء أهلنا في سوريا، في فلسطين، في العراق، في مصر، هذه ابتلاءات، لكن أهل الإيمان يتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالصبر الجميل واحتساب الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. رواه مسلم. فالمؤمن على كل حال هو بخير إن شاء الله تعالى، صابر أو شاكر، فهو يرى النعمة فيشكر الله عز وجل عليها، ويرى المصيبة فيحمد الله على كل مكروه ويصبر، تاليا قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أنتم في هذه الدار في دار ابتلاء، في دار امتحان، ليس دار الجزاء، الآخرة دار الجزاء. فاصبر على البلوى واشكر على النعمة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. من هذه الأسباب الداعية إلى السعادة الإحسان إلى الخلق، أن تحسن لعباد الله بالقول والعمل وأنواع المعروف، فإن ذلك يدفع الله به عن البر والفاجر. الفاجر، نعم، الفاجر يكافأ بالإحسان، لا يظلم ربك أحدا، الفاجر والكافر والفاسق يكافأ على إحسانه في الدنيا، وربما إن كان من الفساق المسلمين يكافأ عليه في الآخرة، فإن ذلك يدفع الله به عن البر والفاجر الهموم والغموم. لكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، إذ يتميز إحسانه بأنه صادر عن إخلاص واحتساب. المؤمن يتميز إحسانه عن غيره من غير المسلمين أنه يحسن بنية، ولذلك احنا بحاجة دائما إلى إعادة تنظيم وترتيب وامتحان نياتنا. ليش الأعمال اللي بنعملها، ليش بنعملها كلها، من صغيرها لكبيرها، من العبادة إلى العادة،
من أشغال الدنيا إلى وظائف الآخرة، بحاجة إلى إعادة تنظيم نياتنا. وإذا أحسننا ونظمناها بطريقة صحيحة كانت حياتنا كلها عبادة لله تبارك وتعالى، صلاتنا، صيامنا، أعمالنا، طعامنا، شرابنا، كله يكون عبادة لرب العالمين بالنية الصالحة. بالنية الصالحة تتحول العادة إلى عبادة، فيهون الله عليه بذلك المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره وبإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من ذلك أيها المسلمون الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة مما تأنس به النفس وتشتاقه ويحارب الفراغ وترك العمل، فإن ذلك يلهي القلب عن اشتغاله بالقلق الناشئ عن توتر الأعصاب، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم. فينبغي أن يحرص الإنسان على إشغال نفسه بأي وجه من وجوه الخير، بأي وجه من وجوه الخير. من ذلك الإكثار من ذكر الله، فإن ذلك من أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب وزوال الهم والغم. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكثيرا ما تمر معنا الأيام وربما الأسابيع دون أن نجلس لأنفسنا فنخصص وقتا لذكر الله سبحانه وتعالى مع أنفسنا. أعجب من حالنا أيها المسلمون في هذه الأيام أننا فعلا ما في نصف ساعة بالشهر يقرر الواحد منا يقعد مع حاله، لا مع أهله ولا مع زوج ولا مع عمل ولا مع تلفون ولا على الإنترنت ولا على تويتر ولا على الانستغرام ولا على الواتساب ولا اترك، انقطع عن كل الدنيا واخلو مع الله وحدك نص ساعة. ما بتستاهل نفسك إلك نص ساعة معك؟ فكر بربك وبخالقك وبآخرتك وبدنياك ماذا تفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، قبل الرسالة، كان يحب العزلة، الابتعاد عن الناس، يجلس في الغار أياما وليالي يتفكر في هذا الخلق وهذا الكون. حبب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مطلوب بين الحين والآخر، مش يكون سمة الإنسان وحياة الإنسان معتزل الخلق، لا، أحيانا يجلس مع نفسه. دائما احنا مشغولين، بنصحى من النوم مشغولين، بننام على الشغل وبنصحى على الشغل، التلفون بأدينا، بننام وهو في إيدنا، بنشك الإيميلات والرسائل والبيع والشراء والبزن. هل لا فرغت من وقتك نصف ساعة لنفسك بالأسبوع؟ بس مش في اليوم، بالأسبوع اجلس مع حالك، اذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر الله سبحانه وتعالى، تفكر في حياتك وفي مستقبلك وفي مقابلتك لربك سبحانه وتعالى. من ذلك أيها المسلمون أن ينظر الإنسان في أمور الدنيا إلى من هو أسفل منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لأنه إذا بتطلع على اللي فوقك دائما بقل الشكر والشعور بالنعمة، تقول أنا شو اللي معي، أنا طلع شو بسوي، قاعدين بيلعبوا بالأموال لعب، عندهم السيارات وعندهم العمارات وعندهم الكذا، أنا شو عندي حتى أشكر وحتى أذكر وحتى أقوم الليل. في أمور الدنيا انظر إلى من هو تحتك، في أمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك. قل الله أكبر، فلان أوتي القرآن، عمر مسجد، يقوم الليل، ما بغيب عن صلاة الجماعة. نعم، في هذا فليتنافس المتنافسون. من ذلك السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وبذلك أن ينسى الإنسان ما مضى من المكاره ولا يظل أسير مصيبة حصلت له قبل 10 سنوات. وهذا خاص بالنساء، خاص الجميع طبعا، بس أكثر ما يكون في النساء الكبيرات في السن، تصيبها مصيبة فقد ولد من 20 سنة بتظل حادة 20 سنة حتى تلقى الله، في لباسها، في طعامها، في معاملتها، في كل يوم وين رايحة على المقبرة، وين جاية من المقبرة، تنقطع من الدنيا. الإسلام منع مثل هذه الأعمال ومثل هذه المشاعر التي تشل الإنسان وتعطل حياة الإنسان. فالمكروه الذي مضى والذي لا يمكن أن
تؤثر فيه ولا أن ترده دعه. معرفته إن اشتغل فكره فيه كان ذلك من باب العبث والمحال، فيجاهد قلبه عن التفكير في ذلك، منها تقوية القلب وعدم التفاته للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. ألتقي مع بعض الإخوة قبل سنين يعتقد بأنه سيموت الآن، وهذه القضية خوف. الخوف من الموت مطلوب، بس مش إلى درجة أنه ما تعمل ولا تشتغل ولا تنام ولا تأكل ولا تشرب ولا تقوم بالواجبات. ليش؟ أنا عندي إحساس يا شيخ بدي أموت. طب ما كلنا بدنا نموت، وبس أنت اللي بدك تقول لا أنا بدي أموت الآن. هل تعلم ذلك؟ الله عز وجل أنزل عليك وحيا أخبرك بخبر أنك ستموت، فبعطل والله أخبرني الأخ الذي كلمني بالسنة والشهر الذي سيموت فيه، وقلت له إذا أتى هذا العام وهذا الشهر وأنت حي، قال بعدها لا تصدقني ولا بأي كلام بقول لك إياه. وجاء السنة وجاء الشهر ومسكته بالمسجد، قلت له ما شاء الله كونغراجيليشن على قيد الحياة، ما صابك إشي. قال لا، ما هو الواحد الشيطان. قلت له الحمد لله اللي اعترفت أنه الشيطان، الحمد لله اللي اعترفت أنه وسوسة. تعرف السنة يا رجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطي علامات على موته وهو نبي، مش تحديد باليوم يعني، أنت عارف الشهر وعارف السنة وأنه سيموت، وأنه سيموت قتلا. فيظل الإنسان أسير هذه المخاوف وهذه الأمراض، it will paralyze him، بيشتله، ما بتخليه ينتفع لا بوقت ولا بمال ولا بنعمة من النعم اللي ربنا عز وجل أنعم عليه. هذا الأمر مش من شأنك، اتركه لله، لما بيجي ما حتأخره ولا لحظة ولا حتقدمه ولا لحظة، ما بتستطيع، هذا لرب العالمين. فما كان من اختصاصه عز وجل فاتركه له سبحانه وتعالى. من ذلك أن يستمر الإنسان في الدعاء، أن يدعو الله عز وجل، سواء أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار المناسبات اللي بيحصل فيها من الشتاء إلى غير ذلك، والطعام والشراب، يحيط نفسه بذكر الله. فذكر الله حارس، وذكر الله سبحانه وتعالى حامي لك ولأهلك ولمالك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، How to be successful in this life. Many reasons. Number one on the top of the list, faith and righteous deeds. This is the greatest and most fundamental of means. Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever works righteousness, whether male or female, while he is a true believer, without iman, without belief, useless. Only they will be rewarded in this dunya. So while he is a true believer, verily, to him we will give a good life, and we shall pay them certainly a reward in proportion to the best of what they used to do. Al-Jannah, paradise in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala tells us and promises us that whoever combines faith with righteous deeds will have a good life and a good reward in this world and in the hereafter. Do we believe in his promise? We should say yes, we believe in his promise. So our job is to do that in order to get the reward. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said in a sahih hadith, in which he said, how wonderful is the situation of the believer. For all his affairs are good. No matter what befalls him is good. If something good happens to him, he gives thanks for it, and that is good for him. If something bad happens to him, he bears it with patience, and that is good for him. This does not apply anyone but the believer. Alhamdulillah. The Prophet ﷺ told us that the believer is always gaining, and the reward for his deeds is always multiplying, no matter what happens to him, good or bad. The second, being kind to people in word and deed and all kinds of doing good. This is one of the means of removing worry,
distress and anxiety. Allah says there is no good in most of their secret talks save in him who orders sadaqah or ma'roof or conciliation between mankind. And he who does this seeking the good pleasure for Allah, not for the reason of dunya or showing off, we shall give him a great reward. One of the reasons occupy oneself with good deeds or seeking beneficial knowledge. The believer is distinguished by his faith, sincerity, and hope of reward when he occupies himself with that knowledge which he is learning or teaching, or with the good deeds that he is doing. It does not fit for the believer to say most of the time, I have a lot of time and I don't know what to do. I don't know what to do. I am wasting time going to this cafe or to that place just to waste time. A believer does not know this terminology, does not know this statement, I don't know what to do. You should know always what to do. And you should engage in something good in your life. Also focusing all one's thought of the present day and not worrying about the future or grieving about the past. Do not let the past, especially disasters which took place in your life, paralyzing your life. What happened, happened. And the future in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. Remember Allah, a great deal, which is dhikr, that has a great effect in bringing contentment and peace of mind and relieving worry and distress. Allah subhanahu wa ta'ala says, verily, in the remembrance of Allah, do hearts find rest. If you have worries, remember Allah subhanahu wa ta'ala. Striving to eliminate the things that cause worry and to achieve the things that bring happiness. One of the most effective ways of dealing with worries about the future is to recite this dua. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyai allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khair واجعل الموت راحة لي في كل شر. O Allah, correct my religious commitment, which is the foundation of my life, and correct my worldly affairs, in which is my livelihood, and grant me good in the hereafter, to which is my return. Make my life a means of accumulating good, and make death a respite for me from all evil. He should say, اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. You should say, for your mercy I hope, so do not abandon me to myself even for a moment, and correct all my affairs. There is no God but you. If a person utters this dua, which asks that his spiritual and worldly affairs may be set right or corrected with the proper presence of mind and sincerity. These are the conditions of intention. While striving to achieve that, Allah will grant him what he has prayed for, hoped for and striving for, and he will turn his worry into joy and happiness. This is what Allah subhanahu wa ta'ala promised his servants: steadfastness of heart and not being disturbed about the imaginary things that bad thoughts may bring to mind. As I gave an example in my khutbah, that some people, I know a person who believes he's gonna die now, and after canceling this person, he changed his mind and he said, I will die in this month and in this year. So he's paralyzed. He's leaving, abandoning his family. They complain about him, his wife, his kids. He is abandoning his work because he is waiting for death, which will come in certain month. He even mentioned the month. It was September, the month. And he said, in that particular year, I told him, if I see you alive in that month and this year, what do you think? He said, don't believe me in anything. I will tell you after that. So I saw him alive in this masjid.
And I told him, congratulations, you are not dead, you are alive in front of me. Why you are scared from death? All of us will die. But it will be at an appointed time by Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot decrease it, you cannot increase your life. So leave it to Allah and do the best you can. This is what you should do. Some people, they go to doctors, they go to mashayikh to read on them. They go out of their ways to fix the problem because they have bad thoughts. They have bad thoughts. They cannot live. They cannot survive. Some of the sisters, they don't cook their food. They don't take care of their babies or their household because she thinks she will die or something bad will happen to her. Something is running after her and so on. Believers should not have these kind of diseases because they believe in Allah. They trust Allah subhanahu wa ta'ala. And they believe in al-qada and al-qadr. Whatever will hit you, it will not miss you. Whatever will miss you, it will never hit you. This is what Allah Azza wa Jalla and His Messenger taught us.